اول عرفنا بيك حمودة السهيل. انت منين يا حمودة؟ من سوهاج. ايه اللي حصل؟ والله اللي حصل احنا كنا طالعين من اسيوط ورايحين مركز التدريب في مبارك بتاع فحصلت هزة شديدة كده في القطر. الساعة كام تقريبا كده؟ يعني من 8 ل 9. مش عارف عشان هما بنعيد التليفونات والحاجات دي. فاحنا ما كناش عارفين الوقت. فحصلت هزة شديدة وانا فوقت لقيت نفسي مرمى على الرصيف على القضيب بين القضيب في الارض. وبص لقيت العربيتين دولكم حديد. العربيتين التانيين بتوع القطر. متبعتين خالص. اللي هم اخر عربيتين. هم انت كنت فيهم في اخر عربيتين دول؟ كنت في اخر عربية. في اخر عربية خالص. وبعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده ولا في اسعاف جت اخذتنا ولا في اي حاجة. من مين نقلك هنا؟ الاهالي. الاهالي هم اللي نقلوكوا هنا؟ اهالي البدرشين هم اللي نقلوا. يعني انت كنت رايح معسكر مبارك عشان هتبدا بقى مركز التدريب بتاعي. حصل يا ثروت؟ احنا قاعدين في القطر وكده ونايمين من فوق فمفيش اماكن فاضيه وكراسي وكده. كنت نايم على الخشبه اللي موجوده فوق مكان الشنط وكده. فيا لقيت القطر بيتهز يمين وشمال وكده يعني. ما حسيتش بحاجة تاني غير وانا برا القطر. جت واحدة خدتني يعني حاجة كبيرة وكده وجابتني ليلة. جابتك هنا؟ بس ايه اللي حصل ساعة الحادثة بالظبط؟ ايه اللي حصل؟ القطر فلت اخر عربة من ورا وكده. كنت في انهي عربية؟ في الاخرانية خالص. هي دي اللي فلتت؟ هي دي. فلتت بعيد عن الارض. حتى السواق ما وقفش يبص على العربية وكده اللي فلت. مش على طول. ايه اللي حصل له؟ اصابته ايه؟ مين؟ اصابتك ايه؟ انا في فتحتين في دماغ وكده وفي ايدي وقاعد يعني اصابه بسيطه. حسيت بايه يا هيثم ساعة الحادثة؟ اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان احنا العربتين انقلبوا بينا والصحفيه جت على دماغنا. يعني عربتين القطر الاخرانيين دول اتقلبوا؟ الاخرانيين. اخر اثنين اللي انتوا فيهم؟ سابتهم سابهم القطر كامل. ودخلوا في قطر البضائع كان واقف بس. يعني قطر البضائع كان واقف فالعربتين دول سابوا فدخلوا فيهم؟ واقف ده ما كانش فيه حاجه. يعني هو ما جاش من ورا خبطكم؟ لا لا، انتوا العربيتين بتوعكم هم اللي جوا فيه. هو واقف لي فتره بقول. هو واقف تخزين. فاخر عربيتين دول فلتوا. فلتوا دخلوا فيه. كان القطر ماشي بسرعه بتاعكم ولا كان ماشي عادي؟ كان ماشي بسرعه. ولد يقول لي عمال يقول لي عمال كان بالنسبه لك ايه؟ اقول له انا اخوه. كان بالنسبه لك ايه؟ قلت له ولد مش مربيه. انت اللي مربيه؟ مربي ابويا موجود بس كان كله مؤثرات هم الثلاثه سروا معايا. سروا معاك. اخر سر حكاهولك او اخر حاجه حكاهالك؟ قال لي انا خايف بس.